السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اللهم صل وسلم على نبي محمد، صلوا على النبي يا جماعة. اليوم إن شاء الله نودع هالمدينة الجميلة. والمشكلة أن أبو فلحان ما يدري إني بروح، حسين بروح الأسبوع الجاي. اليوم بفلمها معه. فلحان شكله ما طلع. صبحكم الله بالخير، طيبين، أخباركم؟ ما المدارس جاية والتسوق جاي، أكيد كود الخصم لازم يكون موجود. نزلكم كود خصم نمشي. لا لا ابو فلحان، والله لو تدري، والله لو تدري ابو فلحان وش فيه اليوم. لستو الله يا حرب يا خا. طبعا هذا اصدقائنا من المانيا، ماي فريندز، ساكن في الدور الثاني. زد ما صرف من الايطال اللي غثني وزوجته. وفلحان مارتن ليبان ضبط لي التيشيرت. التيشيرت هذا جاء على نقطة زيت من برا، غسلته ما نظف. قال وفلحان أعطنيه صنفر لك. وكنا بالغلا ما درينا، والله درى عما كنت فينا الضمائر. هلا لحان الوداع ومشينا، وتفرق الجمعان والدم فاير. يا شمت اللي مغرض ما يبعنا، كان الطبيب يضدنا بالجباير. شمحين ونصون الهوى لهوينا، صلفين لثر العجاج وتطاير. الله اللي يتلاقى خيرنا واعتزينا، انا طار روس الدمان خاير. بعنا اكبر البخوث وشرينا بالمرجله والمنزله والدخاير. يا مخ واللي لنا نفدا باللي علينا، على كذا حتى تكرر قراير. هذا السموم اللي عليها نشينا، ومن عاش الدنيا يشوف البكاير. سلامتك من الكبده طال عمركم، جالس نضبطها حتى وانا بنسافر نفس اليوم. لازم نحوس المطبخ، نحوس كل شيء. اسمه ابو فلحان قال لي، يقول انه بابلو في تادو اتو كازا بابلو. عازمنا ذاك اليوم يوم جانا وعشناه وضبطناه، قال انا عيبني علي، لازم تزورني في بيتي وتاخذ واجبك. عاد عمي يقول يوم ترى شانه يا بوتي نخلي بابلو ما زرنا. قلت لا انا اروح لابشر. ترى بالخير يا عمه. طيبه بين استبين ولا هذه عمتي، وانا باستادنت اليوم ماشيين، والعذر السموح ان اخطينا ولا زعلنات ولا تعبنات بالطبخ والقدور، لكن اشهد لله شهادة حق انها هي وابو فلحان. عارف اللي في خاطري، ميس اميغوز دي عربيا سوديتا دي موتش سبايسز ان عربيا كوانتو فيزيتا راكي contacto okay. Bienvenidos. تقول حياكم الله. Medellín, Colombia. Colombia. Todo mis amigos como mí. Qué bien. بنزل لكم بياناتهم. هم في موقع اسمه هوم ستاي، وتوقيعهم عالي، لكن موقع ياخذ ضرائب. حط لكم رقم الشخص تواصلوا. ها؟ ولا عليه. يبغى ضيلك. حليو سعدنا. عندي نو بروبلم. عندي جني داخل نيا صول نومي قستا موتشو برا اكي دولارز او كولومبيانو دولاري كولومبيانو مشان ابو فلحان فاضي الحين قام ما عنده شغل يمسح المنطقة دي، تقول دورية ما يخلي شيء يصلحه. لو كاد منطقتهم حلوة قدامهم هالمنتزه ذا، والله اني ما قد جيته، لكن انا جناحي فوق كل يوم اطلع له حديقتهم وبيتهم. ويا جماعة تراهم حبيب ابو فلحان دوندي كاسا بيردي. هذا بيت بابلو. نروح الباب نطق على الباب نقف هنا. اعطيناهم كذا تقصتو كالديرو لمن قصتكم مدريكو سي تقول pero nunca no sé dónde la venden. ¿Una carne sería de carne cordero? Sí, en el éxito. Ah, en el éxito. Arroz Pablo. Súper rico y lleno de gracia. Mucho mejor. Con mano. Sí, con mano. No escuchar. Sí. يقول خصوصا يمكن تاكله باليد طلع لذيذ جدا. شفتوا هذا الولد يا حليله، هذه العائله فنزويليه. اولا فنزويلا الان وضعهم دمار، فاغلبهم مهاجرين الى دول امريكا الوسطى وكولومبيا.
ابو الحسن جاني قال باقي عندنا رز ولحم من امس نبي نطبخ ونعطيهم اياه. يلوموني فيك انت وعمتي، عز الله انكم منصه للناس هنيه. يس هاي عمتي مبسوطه من الشاي تبيهم. قلت شوفي هذا لو تحبين رفض فوق تيرين فوق توقعين ما خذيتيه، هذا حبيب الكل. اما شاي تي از اوكي خذيه. عمتي مرتبه عندها كل شيء، هذا الكتاب حق سجل الزيارات، كل شخص يكتب لغته وحط صوره. عادي تقول بحط صورنا كلها حق المزرعه وكل شيء. تحقيق هو يعني تشاو يقول قرنا ايش كتبت اليس. لا كتبت عمتي استيا وعمي ابو الحان تصور الولد هذا حلال. بسم الله يا ابو فلحان خلاص يا دمعه الفرقه يا ابو فلحان. عمتي اشتقت لكم، مع السلامه. ها ابو فلحان مع السلامه. اشتر عليكم يا شيخ بنزل لكم بيانات عمتي. اسروح على الواتساب. انجليزيتها كويسه ها حتى لو انجليزيتها كويسه هي بتترجم لك بالعربي عن طريق جوجل وامورك السليم، حتى لو ما عندك لا عربي ولا الانجليزي ولا اسباني. طالع بقوت ان شاء الله على هذا الطيران، اسمه ساتينا، طيران اقتصادي. ايضا هذا الطيران اسمه ايزي فلاي، صوروه. كله طيران اقتصادي، والمطار هذا هو المطار الداخلي. يمكن يبعد 5 دقائق من بيت ابو فلحان. بل انه رخيص، يعني انا حاجز تذكرتي هذه ب 50 دولار البارح ترى. كذلك يوم اروح الامازون طالع من المطار هذا. باختصار الكلام اذا تبي تسافر داخل كولومبيا عليك بالمطار هذا، لانه قريب ورخيص واسعاره حلوه، طيران اقتصادي داخل كولومبيا. سلامتكم. الريتويت لا يعني الموافقة. مساكم الله بالخير. بنزل لكم حلقة يوتيوب تونا نزلناها قبل شوي عن أحياء وعصابات كولومبيا. الحلقة دي استغرقت تقريبا شهر عشان صورها، تنسيق وكذا، وفيها مخاطرة والله العظيم بشكل كبير جدا. يعني أنا ما أقول لك أفرد عضلاتي وإني أنا اللي موجود، لكن نرجع ورا شوي. الأفلام الوثائقية، الصحف المحلية، الجرائد العالمية تجي هنا وتصور، فيتم لها التسهيل بطريقة معينة، ولا شلون يجون شلون يأخذون لقاءات مع الناس. فالحمد لله احنا سوينا مثلهم، يعني من هنا ومن هنا واحد عن طريق واحد وكذا، ودقنا ورق. لكن مثل ما قلت مخاطر، فأي أحد سائح بيجي هنا مثلا عشان يسوي الأمور دي، السائح بيجي 4 أيام 5 أيام، فمو فاضي إنه يروح يطرد ورا ذول ولا جاي، وفيها مخاطر. بوغوتا باتريشيا، you know this man? Hey Patricia. This is Camilo. Do you remember me? Yeah.